فاطمة الزهراء خرماز اسم هز مشاعر ساكنة مدينة تيفلت بعد العثور على جثتها بأحد الأحياء الصفيحية. فاطمة الزهراء ذات 6 سنوات اختفت قرابة أسبوعين قبل أن تصدم العائلة بمقتلها الذي وضع أقاربها وفي مقدمتهم الأم على حافة الانهيار النفسي والعصبي. لنتابع ريبورتاج زكريا الضلفي، أشرف أسيف، كمال كليف وأمين عذراوي. بعد اختفاء دام قرابة أسبوعين، هنا عثر أحد الرعاة على جثة فاطمة الزهراء خرماز ذات 6 سنوات. جريمة هزت مشاعر ساكنة تيفلت وشكلت صفعة نفسية قاسية لأسرتها. حسب المعلومة ديال الشرطة كانت في هذا المكان. كانت جثة كاملة، ما كانت حتى شي حاجة. لا كانت جثة كاملة. باش اختفات هي باش لقيتوها؟ لا نفس الحوايج باش مشات هي باش تلقى. كلشي بالبوندو بالكيطماط كلشي. بالنسبة للجرائم اللي كانت واش كان فيها شي جرح اللي كان فيها؟ مضروبين. اليوم لحد 24 ساعة في الوقت فاش مشات نيت مع المغرب تقريبا تصابت هنا، وجدها واحد راعي ديال الغنم وحاول الاتصال بالشرطة. فعلا جات الشرطة هنا وما كانش الاتصال بينا حنا كاع. كنت انا خارج من الدار، فجيت من الدار قالك ودي راه الشرطه صابت واحد البنت متوفيه هنا. فعلا جات كاع العائله، جينا تنجري وكان حصار من الشرطه ما خلاوناش نوصلوا لهذا المكان نيت، حتى واحد ما خلاهم العائله باش يشوفها. قاموا بالتصوير ديالهم، جات الوقايه، خذوا الفتاه داو للمستشفى. كانت تبعتناها كاع العائله للمستشفى فعلا، شفنا الفتاه عرفناها بنتنا. الجثه كانت كامله؟ كانت كامله بكل شيء، جميع كل شيء، ما كانت حتى شي حاجه، كامله كما اللي تيقولوا انا ما شفتش. وكانت بعض الاثار هنا محروقين من الاصابع ديالها. جا الاول فاش جا الخبر، الام ديالتها كانت في كوما وبعض العائله كلشي في كوما، ولكن جاوا بعض الناس يقولوا كودي راه ماشي هي البنت، راه باقا هذه عندها غير عامين وبنتكم راه عندها 6 سنين. حاولوا باش يبردوا العائله، ولكن ما كانش حاجه هي هذيك، عارفه بان ما كانتش بنت اللي مشات هنا الا البنت ديالتنا حنا اللي مشات، كلشي كان في حاله. أسرة الضحية فتحت أبوابها لكاميرا مختفون في غمرة الألم، الصدمة والانهيار الذي ألم بها عقب الحادث. فاطمة الزهراء خدات فلوس من إحدى العمات ديالها، مشات الحانوت خدات شي حاجة ورجعات، بقات تلعب قبلت ماماها، يعني ماماها كانت في الباب، بقات تلعب مع البنات شوية، يعني داكشي اللي شرات تقاضى لها. مشات بغات تشري المرة الثانية، مشات الحانوت قريب من الدار، يعني ما بعيدش على بعد شي 100 متر. دارت مع دارت بقات الام ديالها تتسنى باش ترجع، ما رجعاتش، يعني ما داتش 4 ساعة. ما اكتشفت بلي البنت ما كايناش حداها، بداو كيقلبوا يعني هنايا عند جيران، حيت الحي حي شعبي واقرب جيران اللي حدانا هما من الاقارب ديالنا، يعني ماشي اغرب. بداو تيقلبوا عند جيران ما لقاوهاش، بدات تدوز الاحياء الاخرى تتقلب عند الناس وتسول يعني الحوانت واش شفتوا بنتي. الناس الحانوت قال لها راه شرات من عندي ومشات. بقاو تيقلبوا ما لقاوهاش. من بعد 12 يوم تيجي خبر باللي البنت تلقات في واحد يعني في حي اللي هو مجاور الحي ديالنا، غير هو حي صفيحي. لقاو البنت مرميه في صبار، كان اكبر انهيار عصبي اللي غطيح فيه العائله ديالها كلها. من بعد ساعتين من الاختفاء ديالها، من بعد ساعتين الاختفاء ديالها كان الاتصال ما تتكلمش فيه شي حد، فبالأحرى بكاء. احنا سمعنا بكاء في الهاتف، اتصال تلقاه العم ديالها.
بكاء الطفلة. في اليوم التالي تلقينا اتصال من شخص بدا يتفاوض، طلب مبلغ مادي قدره 5 مليون ديال السنتيم مقابل انه يرجع الطفله. الام ديالها طلبت انها تسمع الصوت ديال بنتها اللي هي قابله هذا الشرط هذا، وطلبت انها تسمع الصوت ديال بنتها. صافي سد الاتصال، ما بغاش يخلينا نسمعوا الصوت ديال البنت ديالها. ما أنبياء إلى الله ولأنبياء. كيفاش عشتي ديك الأيام اللي كانت يعني اختفت عليك تقريبا 10 أيام؟ غادي نحماق، الدار ما كنطلعش لي، الدار ما كندخلش لي، والله ما نخرج غير لزناقي ومن طلعش للدار ما فيهاش فاطمة الزهراء. انت الوقت اللي يعني اختفت عليك ديك 10 ايام واش كنتي انها تخطفات؟ فشنو كانت الاحتمالات اللي كانت عندكم؟ صافي ما لقيتش، لقيت اللي قلبت على بنتي ما لقيتهاش، عرفتها صافي مشات، لقاش بنتي ما مولفاش كتخرج عليا. الجريمة ألقت بظلالها المرعب على أباء وأولياء تلامذة مؤسسة صالح بالعربي التي كانت تدرس بها فاطمة الزهراء، صدمة امتدت لتشمل الطاقم التربوي الذي يشهد لها بالتميز. كانت فجعة، كانت فجعة بالنسبة لنا وبالنسبة للتلاميذ وحتى الأولياء والآباء التلاميذ. ما ممكنش نقول لكم شنو كيفاش كانت الحالة ديالنا حنا والحالة ديال التلاميذ، الأساتذة والتلاميذ والسيد المدير وداكشي، وتأثرنا بزاف، ما حاولنا نسيطروا على هذا الموقف هذا وعلى هذه الحالة اللي وقعت لهذ التلميذة وداكشي. والتلاميذ كانوا خايفين بزاف، ركب فيهم الخوف بزاف، وبدينا كنتعاونوا معاهم شي شويه، وبدينا مع الاخوان الاساتذه اللي هنايا وداك الشيء، وبدينا كنستعملوا معاهم سلوكات حتى رجعناهم للحاله الطبيعيه ديالهم. التلميذه فاطمه الزهراء كانت تلميذة مجتهدة، وكانت كتعمل مزيان في القسم، وكتقرا مزيان، وكانت مواظبة، وكانت كتنافس مع الدراري، وكانت تلميذة نظيفة جدا، كانت جديدة نقية حتى في الجسم ديالها، وحتى وكانت دائما كتجي حافظة الدروس ديالها. هذه الجريمة هذه كما قلت لكم خلفت واحد الخوف لدى مواطنين ولدى آباء وأولياء التلاميذ بصفة عامة، لأن الآباء وأمهات كيرافقوا ولدهم وابنتهم يوميا إلى المؤسسة، حيث وبالطبع بأن الذي اقترف هذه الجريمة مازال ما تلقاش عليه القبض، مازال الخوف لدى الساكنة ولدى الأطفال. وهذا التلميذ كذلك بأن مع الزملاء ديالها ومع التلميذ ديال المؤسسة اللي كيشوفوا بلاصتها خاوية دابا في المؤسسة، لأن دائما عندهم الهاجس ديال الخوف. مسيرة احتجاجية، بيانات استنكارية، ووقفات أطرها المجتمع المدني الذي يتعقب سير القضية في أفق الوقوف على الجاني الذي سيعيد ترتيب أوراق الملف. المدينة كتعرف بهذا الشكل من أشكال ديال هذا الإجرام، ربما يمكن لو كنشوف شي هذه جريمة يمكن مقننة بشكل كبير، لأن كما كتلاحظوا هذا الشيء راه غادي وكي فعلا أستاذ شلو. تقريبا الحي تقريبا ديال حي الرشاد اللي تعتبر من أكبر الأحياء في تفلت،
تيولى تيعيش واحد الهلع كبير، واحد الخوف بالنسبه للاطفال مرضوا نفسانيا، بالنسبه للامهات ولاو مرعوبين. تلاحظوا كيفاش تقريبا الحي ما بقاش طبيعي، ولا الناس غير خارجين حق واش دو المجرم، اختطاف ديال الاطفال، يخطفوا لنا وليداتنا. هذا الحدث هذا خلى المدينه الناس بجميع المكونات ديالها انها تريح وتعرف بزاف ديال الامور. كانت غريبه. انا فيما يخص المقاربه الامنيه، فيما يخص المجتمع المدني، فيما يخص تدخل السبقيه، فيما يخص واحد المجموعه حتى الغياب ديالنا حنا، ما كنكونوش قراب حتى المواطن بشكل كبير، لان من الضروري حنا كجمعيات خاصنا نهبطوا للرئي العام ونكونوا نهجوا ديك سلسله القرب مع الجميع باش هاد المسائل ما تتكررش. ثم اننا مشينا للعائله الضحيه وازرناهم، ومشاو الاخوان كاملين وريحنا واحد العشيه تما كامله، وتكلفوا بعض الجمعيات ديال التفت بالتتبع الطبي النفسي ديال الام ديالها ولا العائله الخاتها ولا هذا وهذا. حنا غادي نواكبوا الحادث ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي غادي تكون الخلاصه ديال الموضوع، ملي غادي يوقف الامن، غادي يوقف على المجرم الحقيقي. حنا غيكون عندنا واحد التتبع ثاني ديال الاخوان كاملين، هما كلهم متحمسين باش يكون تتبع قضائي، ربما غندخلوا حتى طرف في الموضوع، لان هذه راه طفله صغيره، راه كاين جميع كتهتم بالطفولات. واش لي حقي؟ شنو كنطلب في الدار ملي رزاني في بنتي؟ كنطلب الله واش لي حقي؟ فاطمة زهرة بصح ماتت، ايه، ولكن روحها ديما غتبقى معنا. فاطمة زهرة ديما غتبقى عايشة وسط منا. ربي ما غاديش يسمح بهذا الشيء، والحق غيبان يبان. حنا تنتمناو من السلطات تكتف الجهود ديالها باش المجرم يبان في اقرب وقت، باش حنا نرتاحوا نفسيا، ما بقاش داك الخوف والهلع اللي باقي عندنا على وليداتنا الاخرين. حتى الناس ترتاح، حتى الناس تخلي وليداتها يمشوا للمدرسه وهما مرتاحين. ما حد مازال ما بانش هذا المجرم هذا اللي اقترف هذا العمل الاجرامي في حق بنتنا. حتى واحد ما غيرتاح، مدينه تيفلت كلها غتبقى خايفه مهلوعه من هذا المجرم هذا اللي عاود كرف طفل بريء واحد اخر. الله ياخذ الحق.